الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن بذكر الله تطمئن القلوب. يا مرحبا سوايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم، اهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوا قناتي. اهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي انضمت لقناتي جديد، برحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. كل عام وانتم بالف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحه والخير والبركه. العيد بقاله يومين، بس حبيت تكون هيك اول العالم عم تعايدكم. هون صبايا الصبح بكير، كانت الساعه 10 رحت على المول بكير، تركت الاولاد عند ابوهم لانه هلا عندهم عطله، يعني عندهم عطله اسبوع قبل العيد، فتركتهم عنده ورحت على المول لجيب لهم اشتري لهم ثياب العيد. قلت هيك الصبح بكير بيكون فاضي المول وما كتير عجقه، ومع هيك كان كتير عجقه. المهم انا اشتريت من النت، هلا برجيكم الثياب. اشتريت لهم للاولاد ثياب، كنت بدي اشتري لهم كل واحد بنطلون وقميص وبيجامه وبوت، بيجامات ما لقيت لهم لانه منزلين الصيفي وهلا ما بيلبس صيفي ابدا، يعني ما في ابدا بيجامات بكم، والتياب اللي بكم كتير محددة، يعني كان كتير صعب علي انه اختار تياب لولادي لانه كان ما في غير كم قميص هيك بكم وكله شورتات كنزات نص كم وما بيلبس هلأ بالعيد هيك شي ابدا. فبالاخر لقيت لهم هدوني مثل ما شايفين، القميص البيج مع البنطلون الزيتي والبوت هذا البيج والزيتي لابني الكبير، والقميص اللي لونه ازرق مع البيبيوني الكحلي والبنطلون البيج والبوت الكحلي والبيج لابني تيم الصغير. طبعا كله تطبيق، يعني ما لهم طقم هدوني، انا مطبقت لهم القميص مع بنطلون من غير محل مع بوت من غير محل، يعني كلياتهم هيك طبقت لهم اياهم طلعوا حلوين. البيجامات ما لقيت لهم فاضطريت اني اوصلهم من نيت، ان شاء الله اليوم بيوصلوا البيجامات او بكره. هلا هون حبيت غير ديكور جنب باب البيت انه قبل العيد، يعني حبيت غير الالوان ويكون هيك شيء جديد. الخزانه كمان هي البيضة تبع الاحذيه كمان كتير صغيره، فحبيت اجيب وحده اكبر واوسع. اول شغله عملتها شلت المرايه، فالحيط ورا المرايه كلهم احوط، وهون عندهم بتمسحي الحيط بيروح الدهان يعني بالممسحه فبيبين كانه وسخ. كمان عند الضو زر الضو مثل ما شفتوا كنت حاطه اطار لون ذهبي، فوقت شلته كمان ضل في علام. فشو عملت؟ جبت هي علبه الدهان، اصغر علبه دهان يعني من نيت جبتها لون ابيض مثل ما شايفين، حطيتها مع هي الفرشايه وصرت اعمل محل
العلام، يعني مثل ما شايفين هون جنب الضو، اولادي على قد ما بيحطوا ايديهم فبيتوسخ، بجيب الممسحة وبمسح، شو بصير؟ بيروح الدهان بيضلل شمينته، فبين كأنه وسخ، بس هو ممسوح بس بمبين وسخ. فحبيت هي الفكرة انه هيك علبة صغيرة ومحل العلام انه تعملي هيك بيرجع جديد. هلا هون حبيت اني نظف وامسح قبل ما احط الخزانة الجديدة. لهون مثل ما شايفين بعد ما ركبنا الخزانة تبع الأحذية، زوجي طبعا ركبها لأنه هي بتيجي مفكفكة ومعاها ورقة بالخطوات كيف تركبيها. صراحة عجبتني لونها، حبيته كمان، هي واسعة من جوا. وهي المراية اشتريتها من المول، من محل يمكن اسمه كلبيك، كمان كتير حبيتها وشكلها كتير حلو. حطيت هذا الفانوس هلأ مبدئيا على خزانة الأحذية، بالصراحة أنا لأنه موصي على شغلة من النت وقالوا لي لبعد العيد لتوصل، يعني كنت انا بهذا اليوم اني متوقع انه يجي وانه خلص يعني ركب الخزانة وحط الغرض اللي اشتريته، بس اتصلت فيهم قالوا لي انه لبعد العيد ليوصل. فهلا مبدئيا هيك حطيت هذا التليفون اللي كثير عجبني، هو هيك ديكور يعني بنحط تليفون هيك مثل التليفونات القديمين اللي كانوا اجدادنا يحطوهم، كثير حبيته كمان، اعطى هيك شكل كثير حلو. هلا هون هي الممسحة شاريتها جديد، ماشية شاموا كتير ظريفة، مكتوب عليها انه بتنظف وبتقيم العلام والمشحات واي اي علام، يعني ما بتترك اثر ابدا. لازم اول ما تجيبوها تغسلوها، مكتوب عليها انه لازم تغسلوها بالمي السخنة منيح وبعدين تستخدموها، مثل ما شفتوا غسلتها وهلا عم نظف الخزانة تبع المطبخ. هلا هون حبيت ارجيكم الاغراض اللي اشتريته للعيد. اشتريت هاي البيجامه، هي بتيجي 4 قطع مثل ما شايفين وسعرها ما غالي، في منها الوان كتير، اورانج، اصفر، رمادي، احمر، انا حبيت هذا اللون الاصفر، يعني لون الصفار كتير حلو على فكره. وجاي معها هي الهدايا مطاطتين، وهي اللي بتنحط للعين وقت بدك تنامي، وكمان كيس، كمان هيك كيس صغير بتحطي فيه اغراض. كمان اشتريت هذا الفستان لون اسود من فوق، هيك مثل ما شايفين معرق ورود ومخمل، ماشيه مخمل من فوق، حبيته كتير على اللبس. هلا هون صار وقت اني بدي احضر الفطور، رح اعمل شيشبرة. Thank you.
هلا هون بعد ما سويت العجينة كتير سوتها سهل. أول شي حطيت كاستين طحين وفوقهم معلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار زيت نباتي، وبعدين صرت أحط المي بالتدريج، لأنه أحيانا عم جيب طحين، أنواع طحين بده مي كتير وأنواع طحين لا بده مي قليل، فصاير هيك بحط المي بالتدريج، بحط كاسة هيك جنبي وبحط نص الكاسة أول شي وبخليها هيك تنعجن، وبعدين بلمس العجينة إذا لقيتها لسه قاسية بضيف لها مي أكتر، إذا لقيتها لا طرية خلاص ما عاد بضيف لها مي. تقريبا هي الكمية تبع الطحين أخذ معي 3/4 الكاسة مي، تركتها هيك على جنب طبعا مو لتختمر لأنه أنا ما حاطة لها خميرة، تركتها هيك ترتاح لبين ما أعمل الحشوة تبع الششبرك. الحشوة تبع الششبرك بدها بصل وبدها لحمة وبدها كزبرة، أنا ما كان عندي كزبرة، يعني هون محل مالي ساكنة بقيصري ما كتير بنوجد الكزبرة، فقلت أحساويها بلا كزبرة، يعني بس بصلة ولحمة. مثل ما شايفين هي الفرامة أول ما اشتريتها كان هيك من تحت حاطين فرشاية، فاستغربت إنه ليش حاطين هي الفرشاية، يعني شو بدنا نستفيد منها. طلعت كتير ظريفة، لحتى البصل بيكون هيك كتير ناعم وقاعد بالزاوية وهيك بالأراني الضيقة، فظريفة هيك بتشيليهم فيها. هلا هون بعد ما بقلي البصل بحط اللحمة وملح وفلفل وبكون عندي الحشوة خلصت. هلا هون استنيت الحشوة لحتى بردت، بس بردت جبت العجينة ومديتها هيك تكون رقيقة، وبعدين بالكاسة بتقطعيها هيك دوائر وبتحشيها مثل ما شايفين وبتسكريها، وبعدين بتجيبي الطرف الأول وبتلزقيه بالطرف الثاني هيك بصير بهذا الشكل، وصرت حطهم بالصينية تبع الفرن، حطوا بالصينية تبع الفرن ورق زبدة أو نايلون لحتى ما يلزق بالصينية وقت بدكم تيجوا تشيرون تحطوهم باللبن. هلا هون الزايد عندي برد بقيمه وبعجنه وبرد بمده وبقطعه. تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هلا هون حطيت بالطنجرة كيلين ونص لبن اللي هو الزبادي، وحطيت فوقهم 3 معالق كبار نشا وخلطتهم بالهاند بلندر، وبعدين حطيتهم على الغاز على نار قوية بتضلي بتحركي فيهم لحتى يغلو. انا بس غلو حطيت من هي كريمة الطبخ، انا بحب ضيف للبن كريمة الطبخ هيك بتعطي طعمة طيبة مع شوية ملح، وبس يغلو اللبنات بتبلشي انك تحطي هي العجينة يلي حشيناها لحمة وتحطي شوي شوي وبتحركي حتى ما يلزقوا مع بعض. انا الصراحة زاد عندي شوية عجينة، فشو رح اعمل فيهم؟ رح احطهم بالشواية بالقلاية الهوائية واشويهم مثل ما شايفين. هلا بحطهم بهي القلاية كتير بيطلعوا طيبين، يعني بس ينشو هيك انتي وعم تاكلي تضيفي هيك تنتين فوق اللبن بيطلعوا طعمتهم كتير طيبة. هلا هون مثل ما شفتوا اللبنات مع العجينات بس لحتى يغلوا هيك تقريبا 10 دقايق، بتضيفي الثوم المقلى مع الزبدة على الوش يعني وبتحركي. بسم الله
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو بعد ما فطرنا وخلصنا قلت لشغل هذا البخور هيك تتغير ريحة البيت والمطبخ، بدي كنت اشعل البخور بهي القداحة بس طلعت خالصة، فحبيت اني اعبيها مثل ما شايفين. هلا هون بشغلها وبدي اعمل اكلة حلو، الاولاد جا على بالهم اكلة حلو، فحبيت اعمل بسكوت هيك سهل وسريع. هو بسكوت جوز الهند، كتير سهلة وسريعة طريقتها. هلا هون مثل ما شايفين بالزبدية حطيت زبدة 100 جرام وبيضة واحدة، ربع كاسة زيت وزرب فانيليا ونص كاسة سكر، بخلطهم كلياتهم مع بعض بالخفاقة لحتى يدوب السكر، بعدين بنحط فوقهم كاسة جوز الهند وكاستين طحين منخول ومعلقة صغيرة بيكنج بودر ورشة ملح، بنعجنهم كلهم بالسباتولا ولحتى يصيروا هيك عنا بهذا القوام. هلا هون حبيت استخدم هذا القالب تبع المعمول يعني هيك لأعمل شكل بسكوت جوز الهند، مثل ما شفتوا بعد ما تعملوا تشكلون اي شكل انتو بدكم اياهم، حطوا العجينة فوق الجوز الهند مشان هيك كل وشه يكون عليه جوز الهند. هلا هون صفيتهم بهي الصينية تبع الفرن، الفرن لازم يكون حامي على درجة 180 من فوق ومن تحت، تقريبا بياخد 10 دقائق وخلص بكون استوي. بعد ما البسكوت هيك يبرد شوي، هون انا عندي سيحت شوية شوكولا، صرت نزل البسكوت هيك نصها بالشوكولا فطلعت كتير طيبة، الولاد كتير حبوها، وعملت كمان كاسة شاي جنبها. ولهون بيكون الفيديو تبعي انتهى، بتمنى يكون عجبكم، اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك، اشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.